أبار! آه! السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. سادتي الكرام، شاهدنا مرور المقاتلات والطائرات والمروحيات الإماراتية التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي وقيادة الطيران المشترك بقواتكم المسلحة. أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، نستأذنكم للتفتيش على قوات الواجب المشتركة. سيدي، الصقور المخلصون اليوم عادوا رافعين بأيديهم رايات العزة والمحبة والأمل، عادوا رافلين بثوب الكرامة. هؤلاء الأبطال لنا فيهم وبهم مفاخر لا تنكر ومآثر تجل عن أن تحصر. هم في الفضل أشهر من نار على علم، وأجل من أن يحصي ثناء عليهم لسان الكلم. هؤلاء طيب الله ثراه ورجال خليفة حفظه الله، يحملون راية كافة صنوف القوات المسلحة ورجال خليفة حفظه الله يحملون راية كافة صنوف القوات المسلحة المشاركة في قواب النفس مليئة بالعزة والشموخ. هنا تصدق مقولة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه حينما قال: لقد عمدنا لبناء جيش قوي ذي كفاءة قتالية عالية، لا عن رغبة في غزو أحد أو قتال أحد، وإنما ليحمي الأرض ويصون العرض ويذود عن حياض الوطن الذي حقق لأبنائه العزة واطمأن المواطنون به على عيشهم في أمن واستقرار. إننا دولة تسعى إلى السلام وتحترم حق الجوار وترعى الصديق، ولكن حاجتنا إلى الجيش القوي تبقى قائمة ومستمرة
ونحن نبني الجيش لا عن رغبة في غزو أحد أو قتال أحد، وإنما للدفاع عن أنفسنا. هؤلاء من شرف العنصر الكريم ومعدن الشرف الصميم، أصل راسخ وفرع إماراتي شامخ، قد ركب الله نفوسهم في قرارة المجد وغرس نبتهم في منبت الفضل. قوم إذا اقتحموا العجاج رأيتهم شمسا وخلت وجوههم أقمارا، لا يعدلون برفدهم عن سائل عدل الزمان عليهم أوجارا، وإذا الصريخ دعاهم لملمة بذلوا النفوس وفارقوا الأعمارا، وإذا زناد الحرب أغمد نارها قدحوا بأطراف الأسنة نارا. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات يقومون بالتفتيش على هذه الصفوف المتراصة بالأيدي والأكتاف، يد الخير الإماراتية ممدودة مبسوطة للأشقاء والأصدقاء في اليمن، كنا هناك سلما ننتصر لحقهم المشروع في الحياة الكريمة. يد الخير ترسم الحياة من جديد، تعيد الابتسامة للأشقاء من أبناء اليمن السعيد. يد تنقذهم من ظروف صعبة، ذهبت الإمارات للأشقاء منذ البداية لهدف أسمى، وتوفير الأمن والاستقرار لربوع ذلك الجزء الغالي المهم من وطننا العربي الكبير. وصل رجالنا هناك مع أشقائهم في التحالف العربي يجسدون قيم الإمارات الرفيعة. لمس فيهم الوطن الروح الأصيلة والنفس النبيلة التي تشكلت برهانا قاطعا. يتفضل الآن سادتي أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات إذا إلى حيث المكان المخصص لأخذ الصورة التذكارية مع قوات الواجب المشتركة المشاركة في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل، لتبقى هذه الصورة خالدة في ذاكرة الإمارات العربية المتحدة حيث سطرت البطولات ورفعت الرايات وقدمت هذه السواعد العون والمساعدة والإغاثة للشقيق وقامت بنصرة الحق والشرعية. هؤلاء الأبطال فخرنا عزنا مجدنا، لمس فيهم الوطن وقيادته وأبناؤه الروح الأصيلة والنفس النبيلة التي تشكلت برهانا قاطعا ودليلا ناصعا
على انتمائهم الأصيل وكفاءتهم وأدائهم. نفوسهم مجبولة للعطاء وصدا متجاذبا مع الضعفاء والبسطاء. أبقوا في قلوب الآخرين المهنة وآثار المهنية واستئثار المثالية ومآثر الإنسانية في قامات حلت واستحلت. سوف يخلد التاريخ هذه الوقفة الوطنية المباركة. سادتي أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، مع أبنائكم الأبطال تحت هذه الراية الشامخة، بينما نشاهد فريق فرسان الإمارات يشكلون مناورة الالتفاف الدوراني بأعلام بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة في سماء هذا الوطن العظيم، لتبقى هذه الراية مرفوعة شامخة. عيش صاحب السمو رئيس الدولة! عيش صاحب السمو رئيس الدولة! عيش صاحب السمو رئيس الدولة! سادتي الكرام، شكراً لكم على رعايتكم الكريمة لهذه المناسبة الوطنية الغالية. شكراً لتواجدكم بين أبنائكم الأبطال. شكراً أبناء وبنات الإمارات. شكراً لكل من ساهم في رفع راية الإمارات في كل محفل وفي كل مجال. اللهم اجعل هذا الوطن آمناً مطمئناً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هؤلاء أوسمة الذكر المعطر بالإنجاز، ولهذا فإن الخانة الأولى وحدها من تتصدر أسماءهم وعطاءهم.